السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو لو بروميي كور بالنسبة للي دوزيام باك بي سي اس في تي اللي هو الكونتينيويتي ديال فونكسيون نيميريك. إذن أول فقرة غادي نشوفوها إن شاء الله هي لي ليميت ولا ليميت ديال فونكسيون أون أن بوان، وهادشي كامل غير سي أون رابيل اللي درناه في سيزيام أني. إذن أول فقرة غنبداو بها هي الفقرة بتيتا اللي فيها لي ليميت اوزيال. تبعو معايا هنايا، نساو ديك البروبوزيسيون تبعو معايا هنايا. هنا شنو خدينا؟ خدينا واحد لاكورب تاع اف اكس اللي هي كتساوي واحد على اكس. اذا دي دو اف تاع هاد لافونكسيون هادي هي ار اطوال. اذا خدينا الاف متنا لاكورب تاعها تاع لاكورب تقريبي متناها معلم. اذا هذا هو محور الافاصيل اكس، وهنا غنديرو شنو متنا؟ متنا غنديرو لا فونكسيون اف دو اكس اللي هي واحد على اكس. اذا هذا غنحطو فيه لي فالور تاع اكس، وهنا غنحطو فيها لي فالور تاع واحد على اكس اللي هي لا فونكسيون عندنا في هذه الحاله. تبعو معايا هنا، هذا هو لو زيرو ياك بالنسبه لاكس، بالنسبه للمحور الافاصيل هذا هو لو زيرو. مزيان. الا خدينا هنايا الا اكس بدا كيقرب لصفر، اذا ملي يكون اكس كيقرب لصفر غادي يقرب ليه بحال هكا. اذا غناخذو هاد اكس هذا كيقرب لصفر، مزيان غادي يقرب بحال هكا. اذا الا خدينا هنايا، الا خدينا هذا هو اكس في هاد الحاله هادي وصل لهنا، اذا غتكون الصوره تاعو هنا. كيفاش غادي ترسمها؟ غادي ترسم هنا واحد المستقيم كيوازي محور الارتيب، غادي تقطع لنا في المنحنى في هاد النقطه وغادي تسقط. اذا الصوره تاع هاد اكس الى اكس وصل لهنا واحد على اكس غتوصل لهنا، الى اكس وصل لهنا واحد على اكس غتمشي ترسم واحد المستقيم غيتقطع مع المنحنى هنا، اذا واحد على اكس غيوصل هنا. والى اكس وصل لهنا واحد على اكس غتوصل غتمشي ترسم المستقيم غيتقطع مع المنحنى تقريبا في هاد النقطه هادي وغادي تسقط. اذا تبعوا معايا اش كنلاحظوا هنايا، كل ما اكس كيقرب لصفر، اذا هاد اكس هذا كيقرب لصفر هو موجب ولا هو سالب؟ كيقرب لصفر هو سالب، من اخر اكس كبر من صفر. هادي غنديروا لها بلا نوتاسيون بحال هكا، غنقولوا اكس كيقرب لصفر بلس. اش كنقصدوا بليك بلس؟ زعما راه اكس كيقرب لصفر هو موجب، اكس طوند فير زيرو ادروات. اذا ملي اكس كيقرب لصفر ادروات، اش كنلاحظوا على ديك واحد على اكس فين كتقرب؟ فين غاديه؟ كتقرب غاديه كتقرب للبلوس لانفيني. اذا ملي اكس غادي وكيقرب، كل ما اكس كيقرب لصفر ادروات، واحد على اكس كتقرب للبلوس لانفيني. اذا واحد على اكس كتقرب فين غاديه؟ واخا بعدا، اذا هي اكس بلوس لانفيني غنسيبوزو بان كاين هنا مولا لانفيني كاين هنا. هادشي بالنسبه لاكس، والزيرو كاين هنا. بالنسبه الاف دو اكس، الزيرو كاين هنا، هنا كاينه موال لانفيني. هاد موال لانفيني بالنسبه لواحد على اكس، ماشي بالنسبه لاكس، بالنسبه لواحد على اكس. وهنايا كاينه البلوس لانفيني بالنسبه لواحد على اكس. اذا اش كنلاحظوا قلنا كل ما اكس كيقرب لصفر ادروات، هذا ادروات هنا درنا هنا زيرو بلوس. اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان واحد على اكس لي زيماج تاع اكس بهاد لا فونكسيون واحد على اكس فين كيقربوا البلوس لانفيني. مزيان. دابا هادشي اللي قلنا هنا، اذا شنو قلنا هنا؟ قلنا نساو عليه دابا هادشي، هادشي منين جبناه؟ جبناه من لا كورب هنا. قلنا بان كل ما اكس قرب لصفر بلس واحد على اكس كتقرب لبلس انفيني. هادي غنديروا ليها واحد ليكريتور ماتيماتيك. اشنا هي؟ غنقولوا بان لا ليميت تاع واحد على اكس كون اكس طوند ولا طون فير زيرو بلس، من اخر زيرو ادروات، واحد على اكس فين كتقرب؟ طوندا شنو فيرا شنو؟ فير بلوس لانفيني. غنقولو بان ليميت كتساوي بلوس لانفيني. هادشي اللي شرحناه اشنو قلنا هنايا؟ قلنا بان ملي اكس كيقرب لصفر وهو موجب، بمعنى اخر ملي اكس كيقرب لصفر ادروات على اليمين، واحد على اكس فين كتقرب؟ لبلوس لانفيني. هاد الكتابه اللي قلت هنا، إذن هادي اش كتعني هادي؟ اش كنقصدو بهاد لا ليميت تاع واحد على اكس هي بلوس لانفيني ملي اكس كيقرب لصفر ادروات؟ اش كنقصدو بها؟ كنقصدو بها اشنو؟ ملي اكس كيقرب الصفر على اليمين ادروات، واحد على اكس فين كتقرب؟ كتقرب للبلوس لانفيني. مزيان.
دابا غنمشيو نشوفو ملي اكس كيقرب ملي اكس كيقرب لصفر ولكن هاد المرة اكوش على اليسر. اذا شنو خديت اكس اكس كيقرب لصفر اضربات علاش لان اكس صغر من صفر. اذا ملي 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 اكس غيوصل لهنا ملي اكس غيوصل هنا واحد على اكس فين غتوصل؟ غتوصل لهنا. ملي اكس وصل لهنا غنمشيو نشوفو ليماج تاع واحد على اكس ليماج تاع اكس اللي هي واحد على اكس في هذه الحاله. غتمشي ترسم واحد المستقيم هنا كيوازي محور الافاصيل غادي تقطع لك مع المنحنى في هذه النقطه هذه وهاد النقطه هذه غادير لها لا بروجيكسيون على لا بروجيكسيون بتوازن مع باراليل لاكس تاع لي زابسيس غتلقى هذا من اخر. ملي اكس كيوصل هنا واحد على اكس غتوصل لهنا. دابا ملي اكس غيوصل لهنا ملي اكس غيوصل لهنا بنفس الطريقه غنلقاو بان واحد على اكس غادي يوصل لهنا. كل ما اكس كيقرب لصفر اشكال هادو واخا ملي اكس غيوصل لهنا واحد على اكس غادي توصل لهنا. مزيان. اذا اش كنلاحظوا هنايا كل ما اكس كيقرب لصفر اغوش كنلاحظوا بان هاد واحد على اكس فين غادي كتقرب طوند فيرا شنو فير مول انفيني. اذا واحد على اكس غادي وكتقرب الموالفين. هذه غنديروا لها واحد ليكريتور ماتيماتيك اش غنقولوا غنقولوا بان لا ليميت تاع ان سور اكس هي موالفين ايتيغال موالفين كون اكس طون فيرا شنو زيرو. ولكن خصنا نديروا هنا اكوش. دوك اشنو خصكم ديروا دابا هذا اش كنقصدوا بها اش كنقصدوا بهذه كنقصدوا باللي ملي اكس كيقرب لصفر اكوش واحد على اكس فين كتقرب كتقرب للموالفين. هادو شنو غديروا لهم؟ عقلوا عليهم. مزيان. انزيدو جات اخرين تبعوا معايا. دابا غنمشيو نشوفو ملي اكس كيقرب لبلوس لانفين. اذا اكس كيقرب لبلوس لانفين هي هاد هادي هي اكس و بلوس لانفين بالنسبه لاكس هي هادي. مزيان. هنا ملي اكس غيوصل لهنا دابا غنبدا اكس غناخذ اكس كيقرب للبلس انفين هذه هي بلس انفين. ملي اكس غيوصل لهنا فين غتوصل واحد على اكس واحد على اكس غادي توصل لهنا. مزيان. دابا غنبدا نقرب شويه بشويه. ملي اكس غتوصل لهنا واحد على اكس فين غتوصل غادي توصل لهنا. وملي اكس غيكون حدا بلس انفين ملي غيوصل لهنا كنلاحظوا بان واحد على اكس غتوصل لهنا. اذا اش كنلاحظوا هنايا كل ما اكس قرب البلوس لانفيني كل ما اكس قرب البلوس لانفيني هاد واحد على اكس اش كيوقع لها فين كتقرب كتقرب لشنو هاد العدد هذا شنو هاد العدد بالنسبه للمحور الاراتي هو لو زيرو. اذا كل ما اكس قرب البلوس لانفيني واحد على اكس فين كتقرب لصفر. اذا اش غنكتبوا هنايا غنكتبوا بان لا ليميت ملي اكس كيقرب البلوس لانفيني تاع ان سور اكس شحال كتساوي زيرو. ونقدر نديرو هنا زيرو اكوش لان هادشي غيكون بوزيتيف راه كنقربو لصفر ادروات خليوها بحال هكا نعقلو عاوتاني على هاد. دابا غنمشيو نشوفو ملي اكس غيقرب لموال انفيني ملي اكس غادي يبدا يقرب لموال انفيني. تبعو معايا اكس كيقرب لموال انفيني ندير هادشي بالاحمر غناخد اكس هنايا ملي كيكون اكس كيقرب دوك اكس غيكون غادي بحال هكا اكس كيقرب لموال انفيني. ملي اكس غيوصل لهنا فين غتوصل واحد على اكس واحد على اكس سيدي غتوصل لهنا. مزيان. غنبدا نقرب شويه بشويه غنبدا نقرب لموال انفيني. ملي اكس غتوصل لهنا واحد على اكس غادي توصل لهنا. وملي اكس غتبدا تقرب قريبه لموال انفيني الصوره تاعو تقريبا غتوصل لهنا. اذا اش كتلاحظوا كل ما اكس قرب لموال انفيني ليماج تاعو بار لا فونكسيون اف اللي هي واحد على اكس فين كتقرب لزيرو عاوتاني. هاد الشيء فين هاد واحد على اكس فين كتقرب غادي وكتقرب لهنا كتقرب لهذا العدد اشنو هو هاد العدد بالنسبه للمحور الاراتيب هو زيرو. اذا غنقولو هنا بان واحد على اكس كتقرب بالنسبه لزيرو. يقدر نديرو هنا زيرو موان. اذا غنكتبو هاد الشيء بليكريسيون ماتيماتيك اش غنقولو غنقولو بان لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لموال انفيني تاع واحد على اكس شحال كتساوي صفر.
هذا اش كنقصدوا بها؟ كنقصدوا باللي ملي اكس كيقرب لمول الانفيني واحد على اكس فين كتقرب راه ماشي كتساوي هاد لا ليميت هادي. الى حيت دابا لا ليميت غنقول كتساوي، ولكن الى درت لا ليميت اش كنقصدوا؟ ماشي نقصدوا بان هادشي كيساوي صفر، لا كنقولوا باللي هادشي ماشي كيساوي صفر غير كيقرب لصفر، هاد لا ليميت هادي هي المعنى تاعها. اذا اش غديروا لهاد الربعه هادو؟ غادي تعقلوا عليهم هاد الربعه هادي، غادي تعقلوا عليهم. دابا غندوزو تبعوا معايا دابا في لا بروبوزيسيون، الى فهمتوا هادشي لا بروبوزيسيون غتجيكم ساهله، شوفوا غتجيكم مفهومه. بحال غادي بشويه لكن غادي بشويه باش تفهموا. اذا شنو عطاونا تما؟ عطاونا سواء ان انونتي ناتورال، اذا سواء عطاونا واحد الان ابارتين ان، مزيان. اي كا ان نومبر ريال، وعطاونا كا اي كا ابارتين ار. الوغ قلنا يلا تبعوا معايا شنو قلنا، نرجعوا لداكشي اللي قبل. شنو قلنا؟ قلنا بلي ملي يكون اكس كيقرب لصفر ادروات، واحد على اكس فين كتقرب؟ واحد على اكس كتقرب لي فين كتقرب لنا البلوس لانفين. مزيان يلا تبعوا معايا. دابا شنو عندنا تما في لا بروبوزيسيون؟ عندنا اكس كتقرب، عندنا اكس كتقرب لصفر بلوس. اذا فين غادي تقرب ديك اكس على بويسونس ان؟ اذا هادشي غيعطينا بان اكس على بويسونس ان فين غادي تقرب؟ واخا نرجعوا لهاد، هادي اش كنقصد بها؟ ملي يكون شي حاجه كتقرب لصفر، كتقرب لصفر وهي موجبه، المقلوب تاعها فين كيقرب؟ كيقرب لبلوس انفيني. اذا تبعوا معايا، الا كان اكس كيقرب لصفر وهو موجب، اكس ان فين غادي تقرب؟ غتكون كتقرب لصفر وغادي تبقى موجبه، علاش؟ لان اكس موجب. مزيان، دابا المقلوب تاع واحد على اكس ان، واحد على اكس ان، هادي اش كنقصدوا بها؟ ملي تكون شي حاجه كتقرب لصفر وهي موجبه، المقلوب تاعها فين كيقرب؟ لبلوس انفيني. اذا هاد اكس ان هي كيدايره كتقرب لصفر وهي موجبه، اذا المقلوب تاعها فين غيقرب؟ حسب هادي غيكون كيقرب بلوس انفيني. اذا غنحاول نجمعو هادشي كامل كتابه وحده، لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لصفر بلوس، واخا الا كان اكس كيقرب لصفر بلوس، هاد اكس ان فين غادي تقرب لصفر بلوس؟ اذا المقلوب تاعها فين غادي يقرب؟ غيقرب لبلوس انفيني. اذا غنقولو بان لا ليميت كتساوي بلوس انفيني. مزيان تبعو معايا عاوتاني، الا كان اكس كيقرب لصفر بلوس، الوغ اشنو؟ اش ممكن نقولو على راسين دو اكس؟ راسين دو اكس غيكون كيقرب لصفر، ولكن كي داير الراسين؟ ديما راسين كرار ديما بوزيتيف، اذا راسين دو اكس تا هو راه كيقرب لصفر بلوس. اذا المقلوب تاعو فين غادي يكون كيقرب؟ اش كتقول لينا هادي؟ الا كانت شي حاجه، هذيك اكس هي شي حاجه في الرياضيه، الا كانت شي حاجه كتقرب لصفر وهو موجب، المقلوب تاعو فين كيقرب؟ لبلوس انفيني. اذا عندنا هاد الراسين دو اكس كيقرب لصفر وهو موجب، اذا المقلوب تاعو فين غيقرب؟ ا بلوس انفيني. اذا اش غنكتبوا؟ ندوزو دابا من هادي لهاد. اذا غنكتبوا بان الليميت ملي يكون اكس كيقرب لصفر بلوس تاع واحد على راسين دو اكس، شحال تكون كتساوي؟ هانا اكس كيقرب لصفر وهو موجب، اذا الراسين كاري دو اكس فين كيقرب قلنا؟ صفر بلوس، اذا المقلوب تاعو فين يقرب؟ بلوس انفيني. وهذيك هي لا ليميت اللي كاينه في لا بروبوزيسيون. دابا غندوزو النقطة الثانية. مزيان، دابا الا كان تبعوا معايا بدا، اشنو قلنا قبل؟ قلنا بان الا كان اكس كيقرب لصفر وهو سالب، المقلوب تاعو فين كيقرب؟ لمول انفيني. هذه درناها، هي اللي درنا جبدنا من داك المنحنى، عقلوا على هذا. واخا دابا شنو عطاونا في داك ان؟ قالوا لنا الا كان ان بير. مزيان، اذا الا كان اكس، اذا في لا ليميت عطاونا اكس كيقرب لصفر موان، دونك اكس كيقرب لصفر موان، نساوهاش، اكس كيقرب لصفر موان. الور اكس على بيسونس ان فين غادي تقرب؟ وما تنساوش بان اكس كيقرب لصفر، غنمشيو نعوضو، عوض اكس بصفر، صفر على بيسونس شي حاجه غتعطينا هي صفر، اذا اكس ان، اكس على بيسونس ان غتقرب لصفر. ولكن واش كيبقى هادشي هاد اكس على بيسونس ان، واش كتقرب لصفر وهي موجبه ولا كتقرب لصفر وهي سالبه؟ غادي نمشيو نشوفو اشنو عطاونا على داك ان. عطاونا ان اي بير، عطاونا ان بير، اذا اخا اكس غيكون سالب ملي غنديرو على بيسونس شي حاجه زوجيه غيعطيني هادشي موجب، اذا اكس على بيسونس ان راه كتقرب لصفر، اكس على بيسونس ان كتقرب لصفر وهي موجبه. مزيان، غنرجعو نطبقو هادي.
عندنا اكس على بيسونس ان كتقرب لصفر وهي موجبه دونك المقلوب تاعها فين غيكون كيقرب لي بلس لانفين. اذا هذه كامله غنجمعوا هذه مع هذه. اذا نكتبوا الور لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لصفر وهو سالب واحد على اكس ان فين غادي تقرب كتقرب بلس لانفين دونك لا ليميت هي بلس لانفين. هادشي الا كان ان بير. دابا غنمشيو الا كان ان امبير. اذا غناخذو نفس لا ليميت سي اكس كيقرب لصفر وهو سالب الور اكس على بيسونس ان فين غادي يقرب غتمشي تعوض غتمشي فيما انا هاد ملي يكون اكس كيقرب ملي تكون عندك بولينوم سير عوض دوكا تعطينا صفر على بيسونس شي حاجه غتعطينا صفر مزيان دونك هاد اكس على بيسونس ان كتقرب لصفر مزيان. ما تنساوش راه عطاونا ان سي ان مالو امبير. دابا ناخذ معكم في النقطه الثالثه x كيقرب لصفر هو سالب اذا اكس ان اكس على بيسونس ان غيكون كيقرب لصفر ولكن واش كيقرب لصفر هو موجب ولا هو سالب بويسكو هو سالب وعندنا ان امبير دونك راه غادي يبقى سالب مزيان. اذا واحد على سميتو اكس على بيسونس ان كتقرب لصفر عندنا شي حاجه كتقرب لصفر وهي سالبه دونك المقلوب تاعها اش كتقول لنا هذا كتقول لنا بان المقلوب تاعها فين غادي يقرب غيكون كيقرب لمول لانفين. اذا دابا غنمشيو نجمعوا هذه مع هذه اش غتعطينا غنقولوا بان لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لصفر اغوش تاع واحد على اكس على بيسونس ان هاد واحد على اكس على بيسونس فين كتقرب لمول لانفين دونك غنقولوا بان ليميت كتساوي مول لانفين مزيان. دابا غندوزو النقطه الرابعه. النقطه الرابعه اش كتقول لنا ملي يكون اكس كيقرب لبلس لانفين في نظركم اكس على بيسونس ان فين غادي يقرب غيكون كيقرب ردوا البال راه خدينا ان انونتي نون نول نسيت هاد. اذا اكس على بيسونس ان فين غادي تكون كتقرب كتقرب لبلس انفيني ديجا غنكتبو بان لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لبلس انفيني تاع اكس على بيسونس ان هاد اكس على بيسونس ان فين كتقرب ملي اكس كيقرب لبلس انفيني كتقرب لي قلنا لبلس انفيني دونك غنكتبو لا ليميت كتساوي بلس انفيني. خصكم تعرفوا عاوتاني بلي ملي يكون اكس كيقرب لبلوس لانفيني الراسين دو اكس تا هو كتقرب لبلوس لانفيني. ملي تكون شي حاجه كتقرب لبلوس لانفيني راه الراسين كاري تاع ديك الحاجه تا هو غيكون كيقرب لبلوس لانفيني دونك هادي غنكتبوها بليكريتور ماتيماتيك اش غتعطينا غتعطينا بان لا ليميت كون اكس كيقرب لبلوس لانفيني تاع الراسين دو اكس شحال كتساوي بلوس لانفيني. دابا غندوزو للنقطه اللي ما قبل الاخرى. دابا غناخدو سي ان مالو في الحاله الاولى غناخدو سي ان بير خدام معاكم في النقطه ما قبل الاخرى في لا بروبوزيسيون سي ان اي بير. دونك الا كان كي اكس كيقرب لمول لانفيني اكس على بيسونس انفين غادي تقرب. اذا اكس كيقرب لواحد العدد اللي هو صغير بزاف اكس على بيسونس ان في نظركم فين غادي تقرب غتكون كتقرب مازال ما عرفناش بويسكو هنا ان اي بير هنا ملي كيكون شي عدد سالب ورفعناه اس عدد بير غيولي موجب ولكن بيسكو هذا العدد صغير بزاف غيولي هنا كبير بزاف من اخر عطينا بلس لانفيني. اذا هذه اش غتعطينا لي كريتير ماتيك اش غتعطينا غادي نكتبوها نقولوا بان لا ليميت تاع اكس على بيسونس ان كتساوي بلس لانفيني ملي اكس كيقرب لمول لانفيني علاش لان عطاونا ان بير. دابا الا كان سي ان اي امبير ملي يكون اكس يقرب لمول لانفيني اكس على بيسونس ان غادي تكون كتقرب غادي تبقى في مول لانفيني علاش لان عندنا امبير. اذا هادي غنكتبو بليكريتور ماتيماتيك اش غنكتبو نكتبو الور لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لمول لانفيني تا اكس على بيسونس ان غادي تبقى هي مول لانفيني مزيان. نمشيو دابا النقطة الأخرى أشنو قلنا قبيلة قلنا بلي ملي يكون إكس كيقرب لبلوس لانفيني واحد على إكس فين كتقرب قرب قلنا لزيرو نذكركم معايا
ملي يكون اكس يقرب للبلس انفيني واحد على اكس يقرب للزيرو. مزيان، هادي اش كتقول لينا؟ هادي واخا غاتبو معايا، اشنو شوفو معايا في لا ليميت، عطاونا اكس يقرب للبلس انفيني، اذا عندنا اكس كيقرب للبلس انفيني الو اكس على بويسونس ان فين غادي تكون كتقرب؟ هنا اكس على بويسونس ان فين غادي تكون كتقرب؟ غتكون غادي تبقى كتقرب للبلس انفيني. دابا عندنا شي حاجه كتقرب للبلس انفيني، دونك المقلوب تاعها فين غيقرب؟ هادي اش كتقول لينا؟ هادي ملي تكون شي حاجه كتقرب للبلس انفيني المقلوب تاعها فين كيقرب؟ لزيرو. اذا عندي اكس ان كتقرب للبلس انفيني، دونك المقلوب تاعها فين يقرب؟ لزيرو. مزيان، دونك اش ممكن نكتب هنايا؟ غنكتب بان لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب للبلس انفيني تاع واحد على اكس على بيسونس ان شحال كتساوي؟ كتساوي كتساوي هنا صفر. هان ملي يكون اكس كيقرب للبلس انفيني راه عندنا اكس على بيسونس ان كتقرب للبلس انفيني، دونك المقلوب تاعها يكون كيقرب لصفر. دونك غنقول بان لا ليميت تاع واحد على اكس ان ملي يكون اكس كيقرب للبلس انفيني هي شحال؟ هي صفر. مزيان، اشنو عطاونا تما؟ زادوا لنا واحد الكا في المقام، في المقام. دونك غنضرب هنا في كا وغنضرب هنا في كا. مزيان، هاد الكا هذا راه ابارتيان ان نومبر غير ابارتيان ار. مزيان، دابا هاد الكا هذا واش ديبون واش كيتعلق باكس؟ لا، اذا نقدر ندخلو في لا ليميت. دونك غتعطينا لا ليميت، هاد الكا هادي غتدخل لداخل، غتعطينا لا ليميت تاع كا على اكس على بيسونس ان ملي يكون اكس كيقرب لبلوس انفيني، هنا كا في صفر غتعطينا هي صفر. اذا هادي هي لا ليميت اللي كاينه في النقطة الأخرى، لا ليميت الأخرى اللي تابعها. شنو عطاونا تما؟ عطاونا اكس كيقرب للموال انفيني. حنا اش كنعرفو؟ ملي اكس كيقرب للموال انفيني المقلوب تاعو فين كيقرب؟ تا هو كيبقى صفر. اذا عقلوا على هاد، عطاونا تما اكس كيقرب للموال انفيني. مزيان، دونك اكس على بيسونس ان، اكس على بيسونس ان فين غادي تكون كتقرب؟ فين غادي تكون كتقرب؟ الله اعلم، على حسب ان. هي هاد الا كان ان بير غتعطينا هي بلوس انفيني، و الا كان ان امبير غتعطينا موال انفيني. المهم في الاخر راه بلوس و موال انفيني على حسب ان. الا كان ان بير بلوس انفيني، كان ان امبير موال انفيني، حنا ما كيهمناش. انا ملي تكون شي حاجه كتقرب للبلوس انفيني ولا موال انفيني، شي حاجه كتقرب للبلوس انفيني ولا موال انفيني، المقلوب تاعها فين كيقرب؟ بجوج كيقربوا لصفر. دونك اش فين غيقرب؟ لصفر. مزيان، دونك اش غنكتبو؟ غنكتبو بان لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب الموال انفيني تاع واحد على اكس على بيسونس ان شحال كتساوي؟ زيرو. مزيان، عطاونا تما واحد الكا. دونك غنمشيو هنا نضربو هنا في كا ونضربو هنا في كا، وهنا بويسكو كا نو ديبوند با دو اكس، دونك عندي الحق ندخلها لا ليميت. دونك غنكتب بان لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب الموال انفيني تاع كا على اكس على بيسونس شحال كتساوي؟ كا فوا صفر هي صفر. هادي هي لا ليميت الثانية. دابا غنشوفو لا ليميت الثالثة، إلا فهمتو الثالثة غتفهمو الرابعة. مزيان، عندي تما إكس كيقرب للبلوس انفيني. مزيان، ألور أشنو؟ الراسين دو إكس فين غادي يقرب؟ راه قلنا بأن راسين دو إكس في راسين دو إكس غيكون كيقرب، غيبقى كيقرب للبلوس انفيني. مزيان، شي حاجة كتقرب للبلوس انفيني المقلوب تاعها واحد على ديك الحاجة فين كيقرب؟ لزيرو. مزيان، دابا هادشي غنكتبوها. إذا عندنا غنقولو بأن لا ليميت ملي يكون إكس كيقرب للبلوس انفيني تاع واحد على إكس واحد على راسين دو إكس شحال كتساوي؟ زيرو. وإلا ضربتي هنا في كا وضربتي هنا في كا غتلقى لنا، إلا درتي هنا كا غتخطي لنا صفر. بالنسبة لليميت الأخرى عندنا إكس كيقرب للموال انفيني، عندنا إكس كيقرب للموال انفيني. مزيان، دونك ناقص إكس فين غادي تقرب؟ ضرب هنا في ناقص وهنا في ناقص، غادي يعطينا إكس كتقرب للموال انفيني في ناقص، غادي يعطينا بلوس انفيني. مزيان، دونك ناقص إكس كتقرب لبلوس انفيني. ألوغ عندنا شي حاجة كتقرب لبلوس انفيني، دونك الراسين تاعها شي حاجة كتقرب لبلوس انفيني، الراسين كاري تاعها فين كيقرب لبلوس انفيني؟ دونك الراسين كاري تاع ناقص إكس غيبقى كيقرب لبلوس انفيني. دونك المقلوب تاعها فين غيقرب؟ الزيرو. وغضرب هناك فا وهناك فا وغادي تلقى ديك لا ليميت الاخرى. دابا غندوزو للسو بارتي بي، فيها ليميت دي فونكسيون يوزويال. تبعو معايا، شنو عطاونا تما في ديك لا بروبوزيسيون؟
عطاونا بي او او كيو دو فونكسيون بولينوميال اي اكس 0 ابارتين دونك عطاونا بي او كيو دو فونكسيون بولينوم دو فونكسيون بولينوميال ولا بولي بولينوم مزيان عطاونا اكس 0 مالو ان ريال ابارتين ا ار Et dans la première propriété ou la proposition, je n'entends pas. Je vais vous dire un polynôme. Je vais vous dire un polynôme. Il a dit que c'est un polynôme. Je vais vous dire 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 a à la puissance n. Je vais vous dire un polynôme. Je vais vous dire اشنو هي بولينوم هي لا سوم تاع لي مونوم اذا باش نعرفوا اشنو هي بولينوم خصنا بعدا نفهموا شنو هي مونوم شنو هي مونوم هي شي حاجه كتكتب على هذا الشكل افيك اشنو يكون ا ابارتينا ار واشنو اخر ويكون داك الان ابارتينا لشنو لان بحال دابا ناقص 6 اكس وش جوج هذا راه مونوم علاش لان كيتكتب على هذا الشكل عندنا هاد الكوفيسيون هاد لو ا كيتسمى لو كوفيسيون والان كيتسمى ليكسبوزون تاع هاد المونوم كامل اذا عندنا موان 6 راه ابارتين ا ار وعندنا ديك الجوج راه ابارتين مزيان دوك غنقولوا لهذا بانه مونوم دابا شنو هي بولينوم هي بزاف لاسون لاسون تاع لي مونوم مزيان دابا نرجعوا البروبوزيشن تاعها اش كتقول لنا كتقول لنا بان ملي تبغي تحسب لا ليميت تاع واحد البولينوم بي دو اكس ملي يكون اكس كيقرب لواحد لان ريال اكس 0 اشنو كدير كتمشي كتعوض كتمشي كدير هي ليماج تاع اكس 0 بار ديك لو بولينوم عطاكم مثال باش تفهموا في المثال بغينا نحسبوا ليميت ملي يكون اكس يقرب لجوج تاع تاع ناقص جوج اكس اس 3 زائد 4 اكس اس 2 ناقص 1 اذا بعدا واش هادي واش هادي بولينوم وي علاش لان هذا عباره عن مونوم وهذا مونوم وهذا مونوم المونوم الاولاني هو ناقص جوج اكس على بيسونس 3 راه كيتكتب بهذا الشكل عندنا لو ا هذاك لو ريال هو موان 2 وعندنا ذاك الان هو 3 واش هذا مونوم وي عندنا لو ريال ا هو 4 وعندنا الان هو لو 2 اذا هذا راه مونوم وعندنا موان ز راه عباره عن مونوم نقدر نكتب هي ناقص 1 نضربها في اكس على بيسونس 0 اذا عندنا لي كوفيسيون لو ا هو لو موان ز وعندنا داك لو ان هو لو 0 اذا هذه راه عباره عن الصوم دي مونوم اذا هذه كامله راه بولينوم بغينا نحسبوا ليميت في الدوه اش غادي غتمشي غتعوض اذا غدير هي ناقص 2 مضربه في 2 اس 3 زائد 4 مضربه في 2 اس 2 ناقص 1 وغادي تحسب هذاك الشيء اللي غيخرج لك هذيك هي لا ليميت في 2 ندوزو لا بروبوزيسيون الثانيه La proposition tenue est à la limite quand x tend vers x0 de p de x à la q de x. Et dans le cas où on a un polynôme à la polynôme, on peut dire fraction. Le cas où on a un polynôme à la et dans ce cas où on a un p de q de polynôme. Polynôme à la polynôme, on peut dire fraction. Et dans le cas où on a un polynôme à la polynôme, on peut dire que donc on a un polynôme à P de x0 على q de x0 باش يكون عندي الحق نكتب هذه الكتابه هذه خص يكون هادشي ديفيرون دو 0 داكشي علاش عطاونا تما سي ما عنديش الحق ندير هادشي ما عنديش الحق نعوض فوقاش عندي الحق نعوض خص يكون بعد هذاك المقام الدينوميناتور خص يكون ديفيرون دو 0 عاد عندك الحق تمشي تعوض دابا غندوزو لا بروبوزيسيون 3 لا بروبوزيسيون 3 واش تقول لك بغيتي تحسب الليميت ملي يكون اكس يقرب لشي عدد تاع سينوس دو اكس اش غتمشي غتمشي غتعوض غدير هي السينوس تاع اكس 0 بالنسبه للرابعه بالنسبه للرابعه قال لك الا بغيتي تحسب لا ليميت ملي يكون اكس يقرب لاكس 0 تاع طونجون دو اكس فوقاش عندك الحق تعوض فوقاش عندك الحق تعوض خص يكون داك اكس 0 خصو يكون ما يكونش كيتكتب على شكل بي على جوج بلوس كا بي افيك كا ابارتين ا زد علاش لان
لان لا فونكسيون طانجونت راهني با ديفيني في لو نومبر اللي كيكتبوا على هذا الشكل هذا. طانجونت ما معرفاش في دوك لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنايا وشنو هما لي زابسيس الاعداد اللي كاينين هنايا ولا لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنايا ولا الافاس المنحني اللي كاين هنا هما هذوك اللي كيكتبوا على هذا الشكل هذا. هو بي على جوج زائد واحد العدد تاع نص الدورات. الى عطيتي لك في المثال هنا واحد بي على جوج زائد بي راه هاد بي على الى عطينا لك جوج غتعطينا بي على جوج زائد جوج بي غادي نرجعوا نفس البلاصه ولكن راه اوفصل منحني اخر. اذا باش تعوض هنا رد البال خص يكون داك اكس صفر ما يكونش كيتكتب على شكل بي على جوج زائد كاب. الى كان ديك الى كان كيخالف دونك غتمشي تعوض غتعطيك هي الطونجون تاع اكس صفر. مازال دابا غندوزو لا بروبوزيسيون 5. شنو كتقول لينا بالنسبه لدابا القوس باغي تحسب الليميت ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر لشي عدد تاع كوس دو اكس. اش غادير غادي تمشي تعوض غادير هي الكوس تاع اكس صفر. مثال باغي نحسب الليميت ملي يكون اكس كيقرب في المثال بي تاع كوس دو اكس عطاتينا هي الكوس تاع بي والكوس تاع بي هي شحال هي منزه بي كاين هنا بغيت الكوس غادي تسقط على محور الافاصيل هذا هو محور تاع الكوس غادي تلقى شحال ناقص واحد. باغي تحسب الليميت في المثال في 6 تاع كوس دو اكس غادير هي الكوس تاع 6 وسير حسبها شوف كيدير هزه الحاسبه. دابا غندوزو لا بروبوزيسيون 6. اشنو كتقول لينا باغي نحسبوا لا ليميت ملي يكون اكس يقرب لاكس صفر تاع الراسين دو اكس. اشنو قلنا هنا على اكس زيرو خص يكون ما يكونش كيتكتب على هذا الشكل. علاش؟ لان الطونجون ما معرفاش في الاعداد اللي كيتكتبوا على هذا الشكل. اذا نفس الشيء عاوتاني هنايا اشنو هي مجموعه التعريف تاع الراسين كاري داك الشيء اللي داخل الراسين كاري مجموعه التعريف تاعها هي ار بلس اعداد الموجبه. اذا خص يكون ضروري خص يكون هذا اكس صفر خص يكون بوزيتيف. الا كان بوزيتيف غتمشي غتعوض غتعطيك هي الراسين تاع اكس صفر. اذا تبعوا معايا في السبعه والثامنه والتاسعه تبعوا معايا مزيان. في ديك السابع اش كنقصدوا بها اش كتقول لنا هذيك ديك لا بروبوزيسيون كتقول لنا الا كانت شي حاجه كتقرب لصفر سينوس تاع اكس على اكس فين كيقرب لواحد. عندي شي حاجه كتقرب كتقول طوند فير زيرو دونك عندي الحق نقول بان سينوس تاع ديك الحاجه على ديك الحاجه نيت فين كتقرب لواحد. اذا هادي غنديرها لي كريتير ماتيماتيكال اش غنكتبو غنكتبو بلي ملي يكون اكس يقرب لصفر هادشي فين كيقرب سينوس دو اكس على اكس فين كيقرب كيقرب لواحد. اذا غنديرو لها ليميت كتساوي واحد. دابا غندوزو للثامن الثامن اش كتقول لنا كتقول لنا ملي تكون شي حاجه كتقرب لصفر هنا ما قلناش اغوش ولا اضربات كتقرب لصفر بجوجهم طونجون دو اكس على اكس فين كتقرب كتقرب لواحد. اذا لي كريتيون ماتيماتيك تاع هذه هي غنقولوا بان لا ليميت ملي يكون اكس يقرب لصفر تاع طونجون دو اكس على اكس شحال كتساوي كتساوي هنا يعني. شنو هما جوج شروط باش تكون هاد الليميت صحيحه؟ خص هادشي الشرط الاولاني خص هادشي اللي كان وسط اكس خص يكون كيقرب بعدا لصفر مزيان وهادشي اللي كاين هنا وسط طونجونت خص يكون في المقام. انا داك غنقولوا بان ليميت كتساوي واحد. بالنسبه التاسع اش كتقول لنا كتقول لنا بان الا كانت شي حاجه كتقرب لصفر الوغ شنو واحد ناقص الكوس تاع ديك الحاجه على ديك الحاجه اوسيتنان فين كتقرب كتقرب لواحد على جوج. اذا غنكتبوا بان لا ليميت ليكريتير ماتيماتيك تاع هادشي هذا تاع هادشي اللي فيه تقريبا غنقولوا بان الا كانت شي حاجه اكس كتقرب لصفر دونك لا ليميت تاع واحد ناقص كوس دو اكس على اكس وكاري كتساوي شحال واحد على جوج. باش نقول هاد الليميت هادي صح راه كتساوي واحد على جوج كاينين جوج شروط خص هادشي يكون كيقرب لصفر خص ندير لا ليميت تاع شي حاجه ملي تكون هاد الحاجه كتقرب لصفر. وشنو هو الشرط الثاني؟ خص تكون هنا واحد ناقص الكوس تاع ديك الحاجه وتكون هنا ديك الحاجه اوسي اثنين عاد غنقول بان لا ليميت كتساوي واحد على جوج. دابا غندوزو لاسو بارتي سي اللي فيها لي زوبيراسيون سيغ لي ليميت فيني مازال. اذا شنو عطاونا تما في لا بروبوزيسيون
عطاونا سوا f et g de fonction numérique, et f et g de fonction ou les deux fonctions numérique, عطاونا x0 appartient à r ou عطاونا alpha et beta تاهما appartient à r. Alpha et beta تاهما sont des réels. عطاونا limite ملي يكون x يقرب x0 تاع f de x سموها alpha. Donc on a la limite راه existe, alpha appartient à r. Ou عطاونا la limite ملي يكون x كيقرب x0 تاع g دو x هي بيتا. مزيان. شنو قالوا لنا في لا بروميير بروبوزيسيون؟ قالوا لنا بان لا ليميت ملي تكون x كتقرب x0 تاع f دو x بلس g دو x ملي يكونوا لي ليميت فيني. شنو هي فيني؟ زعما لا ليميت راه اكزيست وكتساوي عدد حقيقي، كتساوي هنا 2 هنا ناقص 3، المهم ديك الفا اعداد حقيقيه. ملي كتبغي تحسب لي ليميت تاع اف لي اكس زائد جي لي اكس وتكون ليميت تاع اف لي اكس عندك كتساوي عدد، ردوا البرا ما قلتش بلوس فيني ولا مولا فيني، قلت ليميت فيني. اشني هي ليميت فيني؟ هي ليميت تكون كتساوي عدد حقيقي. دوك واش غدير هنا؟ غتمشي كتفرق لا ليميت، اذا كدير لا ليميت تاع ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر تاع اف دو اكس بلوس لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر تاع جي دو اكس. هاد لا ليميت شحال كتساوي؟ الفا، وهادي كتساوي بيتا، هي الفا زائد بيتا. بالنسبه للبروبوزيسيون الثانيه قالت لنا بان لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لصفر تاع اف لو اكس فوا جي دو اكس، ملي يكونوا ليميت تاع اف لي اكس بوحده والليميت تاع جي لي اكس بزوجهم كيساويو اعداد فيني اكزيست تكون فيني. اشنو كديرنا؟ كتمشي كتفرق، كدير هي ليميت ملي يكون اكس صفر تاع جي دو اكس مضروبه في لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر تاع انا اف دو اكس وهنا جي دو اكس. هاد لا ليميت هادي شحال كتساوي؟ كتساوي الفا فوا بيتا. مزيان. بالنسبه للبروبوزيسيون الثانيه شنو فيها؟ فيها لا فالور ابسولي. دونك قالوا لنا بان لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر تاع لا فالور ابسولي تاع اف دو اكس شنو كتساوي؟ هنا شنو كنديرو؟ ملي كتكون ديك لا ليميت فيني، ملي كتكون لا ليميت تاع اف اكس كتساوي عدد، شنو كنديرو؟ بحال ماشي بحال، كندخلوا لا ليميت لوسط لا فالور ابسولي. دونك كتعطيني هي هاد لا ليميت كندخلوها لداخل، فوقاش؟ فوقاش كندخلوها لداخل؟ ملي في هاد الحاله، في هاد البروبوزيسيون، ملي تكون ليميت تاع اف لي اكس كتساوي عدد. دونك هي ليميت ملي يكون اكس يقرب لاكس صفر تاع اف لو اكس. وشحال كتساوي هادي؟ شحال كتساوي هاد ليميت؟ هي الفا. دونك كتعطينا لا فالور ابسولي تاع الفا. مزيان. بالنسبه للبروبوزيسيون 4، ملي تكون هاد الليميت هادي، اخ غنقولوا بان لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر تاع اف دو اكس على جي دو اكس. فوقاش عندي الحق نفرق لي ليميت؟ خصهم يكونوا فيني واش نخر، وتكون ليميت تاع جي اكس خصها تكون هاد البيطه في هاد الحاله هادي خصها تكون كتخلق صفر. اذا غندير هي لا ليميت الا كانت بيطه كتساوي صفر. اذا ردت البال معايا في الحاله الرابعه عطاونا سي بيطه كتخلق صفر. شنو هي بيطه؟ هي لا ليميت تاع جي اكس. دوك اش غنديرو هنا؟ غادي نفرقو، غنديرو كتساوي لا ليميت تاع اف لي اكس على لا ليميت تاع جي دو اكس. هنا ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر، وملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر. غير فوقاش عندي الحق نفرق لا ليميت؟ خص لي ليميت يكونوا فيني، يكونوا اعداد. واش نخر؟ وردوا البال ليميت تاع داكشي اللي كاين في المقام خص تكون كتخالف صفر، باش ما تخرجش لك هنا صفر في المقام، ما تخرج لك شي حاجه ني با ديفيني في الرياضيات. دوك عطينا هنا الفا على بيتا، رديت البال بيتا كاينه في المقام، داكشي اللي جرنا في الاول في لا بروبوزيسيون تما في ديابو بيتا ديفيرون دو زيرو. بالنسبه لا بروبوزيسيون 5 عطاونا واحد الكا، عطاونا كا ابارتين ار، تبعوا معايا شنو غنديرو؟ ليميت ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر تاع اف دو اكس شحال كتساوي هادي؟ كتساوي الفا. دونك غنمشي هنا نضرب هنا في نضرب هنا في الكا ونضرب هنا في الكا. هاد الكا هادي ما كتعلقش باكس، ملي تكون شي حاجه ما كتعلقش باكس عندك الحق تدخلها وعندك الحق تخرجها. دونك عطاتنا ليميت غندخلها دابا، غندخل داك الكا لداخل، عطاتني كا تاع اف دو اكس، وعطاتني هنا نقدر نقلب هادشي لجداء تبادل، عطاتنا كا الفا. مزيان. في لا بروبوزيسيون 6 عطاونا لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر تاع الراسين كاري تاع اف دو اكس. هنا باش ندخل لا ليميت لداخل شنو هو الشرط؟ خص تكون ليميت تاع اف دو اكس
تكون فيني واش نوخر وتكون بوزيتيف. علاش؟ لان غير هنا غنكتب ليميت تاع اف دو اكس. مادام كاينه هنا ليميت دخلناها لداخل اذا راه ضروري خص تكون بوزيتيف. داكشي علاش عطاونا تما سي الفا اي بوزيتيف. رومارك اش عطاونا في رومارك هنا؟ راه ديتو البال هنايا هاد لا بروبوزيسيون درتها بالنسبه لاكس كيقرب لاكس صفر. اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان ديك دوك لي بروبريتي ولا هاد لي بروبوزيسيون كاملين راه غيست اوسي فالابل غيست اوسي فري فري الا كان اكس كيقرب لبلوس لانفيني ولا مو لانفيني ولا كنهضروا على ليميت اكوش ولا ادروات. نعاود شنو قالوا لنا في الرومار؟ الرومار قالوا لنا بان هادشي اللي درت هنا كيبقى فالابل كيبقى صحيح الا درت هنا اكس ما نغيرش هنا الفا وبيتا. لا هاد اكس هادي يقدر نديرها بلوس لانفيني ولا مو لانفيني ولا اكس كيقرب لاكس صفر ا دروات ولا ا غوش كيبقى هادشي صحيح. ندوزو دابا لواحد لا بروبريتي تبعو معايا شنو كتقول لنا. اذا بروبريتي ندير اس بزاف ديال لي بروبريتي. اذا عطاونا سوا بي و كيو دو فونكسيون بولينوم ديفيني بار. دونك عطاونا بي و كيو دي بولينوم. عطاونا بي دو اكس شنو كتساوي؟ ا ان اكس على بويسونس ان بلس ا ان موانز ان اكس على بويسونس ان موانز ان وبقينا غادي انت ل ا زيرو. عطاونا كيو دو اكس شنو كتساوي؟ بي بي x à la puissance p plus b p moins 1 x à la puissance moins 1 plus plus tel واحد le bizarre. اذا قلنا بان p du x و q du x sont des polynômes donc خصهم يكونوا هادو sont des monomes. اذا راه كيتكتبوا على شكل a x à la puissance n. غير هنا سمينا هاد الكوفيسيون هاد الكوفيسيون تاع لو مونوم دو دوغري n سميناه a n وهنا الكوفيسيون تاع لو مونوم دو دوغري ان موانز ان سميناه ا ان موانز ان وهي غادي مزيان. اذا فوقاش غنقول بان اشنو بعدا لو دوغري تاع البولينوم؟ هنا عندنا شنو؟ عندنا لا سوم تاع لي مونوم. اذا كل مونوم تاعو هذاك الاس كنسميوه لو دوغري تاع هذا المونوم. اذا شنو هو لو دوغري تاع هذا المونوم بوحدو؟ هو ان. اشنو هو لو دوغري تاع هذا المونوم؟ بدينا من ان وبدينا كنقصو بحال دابا هنا 7 هنا درنا 7 ناقص 1 غيولي لو مونوم دو دوغري 6 وبدينا كنقصو حتى وصلنا لو مونوم كونستانت ولا المونوم دو دوغري 0. مزيان. دابا هنا عندنا قلنا لي مونوم وكل مونوم عنده الدوغري. دابا هذا البولينوم عندها لو دوغري. اشنو هو لو دوغري؟ هو لو دوغري الكبير في هذا لي مونوم ونفس الشيء بالنسبه لك. اذا باش نقولوا هذا البولينوم هادي راه لو دوغري تاعها هو ان خص يكون هذا الكوفيسيون خص يكون ديفيرون دو 0. علاش؟ لانه الا كان كيساوي 0 غيولي هادشي 0 وما غتبقاش عندنا بولينوم دو دوغري ان غتولي بولينوم دو دوغري ان موانز عاوتاني فوقاش الا كان عاوتاني هاد الكوفيسيون تاعو كيخالف صفر. اذا باش نقولوا هاد البولينوم هادي راه دو دوغري ان خص هاد المونوم دو دوغري ان الكوفيسيون تاعو خص يكون ديفيرون دو 0. تكون بيتا باش فهم ناخذ بي اكس ناخذ في المثال هي اكس والسبعة نعطي ناقص 6 زائد جوج اكس اس 5 زائد ناقص 3 اكس ناقص 1. اذا هذه بولينوم هذه مونوم دو دوغري 7 هذا مونوم دو دوغري 5 هذا مونوم دو دوغري 1 وهذا لو مونوم كونستانت ولا مونوم دو دوغري اكس دو مونوم دو دوغري 0. مزيان. ردوا معايا البال الا مشيت لهذا الكوفيسيون اللي هو موان 6 درت فيه هو 0 واش غتبقى هادي بولينوم دو دوغري 7؟ لا راه صفر فشي حاجه غتعطينا صفر. اذا ما غتبقاش لو دوغري تاعها هو 7 غيولي لو دوغري تاعها هو 5. علاش ما درناش 6؟ لان لو كوفيسيون مادام ما درتش هنا اكس على بيسون 6 دونك راه المعامل تاعو العدد فاش مضروب هنايا هو 0 هو صفر. مزيان. اذا اول نقطه في لا بروبريتي نعاود شنو قلنا؟ باش تكون هادي مونوم باش تكون هادي بولينوم دو دوغري ان خص الكوفيسيون تاع لو مونوم هاد لو مونوم دو دوغري ان خص يكون كيخالف صفر. باش نقولوا هنا بان كو راه بولينوم دو دوغري بي خص يكون الكوفيسيون دو مونوم بي خص يكون هاد بي بي خص يكون كيخالف صفر
خص يكون ا ان حتى هو كيخل صفر باش نقولوا هاد بيرا بولينوم دوغري ان ونقولوا كي بولينوم دوغري بي. مزيان. اول نقطه شنو قالوا لنا دابا الا كانت بولينوم باش نحسبوا ليميت في عدد كنمشيو نعوضوا راه درتها قبل عندك بولينوم بغيتي تحسب ليميت في عدد شنو كدير كتمشي كتعوض عاوتاني عندك بولينوم على بولينوم اللي هي فراكسيون بغيتي تحسب ليميت في عدد غير رد البال بان ليميت تاع المقام راه كتخلف صفر الا كانت كتساوي صفر غنشوف كيفاش كنديروا ليها من بعد دابا غندوزو الى بغينا نحسبوا لا ليميت في بلس انفيني اذا النقطه الاولى شنو نقول لنا الا بغينا نحسبوا ليميت في بلس انفيني تاع بي دو اكس لا بروبريتي اش كتقول لنا كتقول لنا غتمشي تحسب ليميت في بلس انفيني تاع شنو كتنسالي دوك لي مونوم كاملين كتاخذ غير المونوم اللي عنده الاس الكبير المونوم اللي عنده لو ديغري الكبير اذا شنو هو المونوم عنده اللي عنده الكبير يعني هو ان اكس على بيسونس ان ونفس الى بغيتي تحسب ليميت في مول انفين تاع بي دو اكس اشنو كنحسبوا ماشي كنحسبوا ليميت تاع لي مونوم كاملين لا كنحسبوا غير ليميت تاع داك الحد المونوم هو الحد حدوديه حد بولينوم مونوم كنحسبوا غير ليميت تاع لو مونوم تاع شنو المونوم تاع شنو لو مونوم دو بليو دوغري المونوم اللي عنده الاعلى درجه هادشي فوقاش ملي نبغي نحسب ليميت في مول انفيني ولا في بلس انفيني نعطيكم مثال باش تفهموا بغيت نحسب ليميت في بلس انفيني ناخذ واحد البولينوم ناقص 4 اكس اس 5 زائد جوج إكس أس اثنان زائد واحد مزيان بغيت نحسب هاد ليميت هادي أنا إلا بغيت نحسب ليميت في غيال في عدد كنمشي كنعوض كنعوض فيما لقيت إكس كنعوضو داك العدد وكنحسب هنايا لا بروبريتي أش كتقول لنا إلا بغيت تحسب ليميت في بلوس أنفيني ولا في مول أنفيني أشنو كندير هادوك لي مونوم كناخد غير المونوم اللي عنده الأس الكبير هنا عنده أس خمسة أس جوج وهنا أس صفر فين هو اللي عنده الأس الكبير ماشي كنشوف الكويفيسيون لا كنشوف الأس هو x اس 5 اذا هي ناقص لا ليميت تاع لو مونوم ناقص 4 x اس 5 ونمشي نحسب يلا بلس انفيني اس 5 هي بلس انفيني مضروبه في عدد سالب هي مول انفيني ونفس الشيء الا بغيت نحسب الليميت في مول انفيني تاع ناقص تاع هذه راه بولينوم بولينوم دو دوغري 5 زائد 2 x اس 2 زائد 1 بغيت نحسب الليميت في مول انفيني غنمشي غناخد غنحسب غير ليميت كندير دوك الاخرين كنديرهم بحال ما كاينينش كندير غير ليميت تاع المونوم اللي عنده لو بليو دوغري اللي هو في هذه الحاله موان 4 اكس لا بيسونس 5 وغنمشي نعوض موان لانفيني على بيسونس 5 عندنا هاد 5 امبير على حسب داكشي اللي درنا قبل عطاتينا موان لانفيني وموان لانفيني موان 4 عطاتينا بلس لانفيني دونك سالينا مع البولينوم الا بغينا نحسبوا ليميت في لانفيني في بلس انفيني ولا مول انفيني كنحسبوا غير ليميت كناخذوا ليميت غير تاع الحد ولا المونوم دو بليو دوغري ولا الحد الاعلى درجه دابا غنمشيو للبولينوم على بولينوم بالنسبه للنقطه الثانيه بغينا نحسبوا ليميت تاع فراكسيون في بلس انفيني في مثلا ولا في مول انفيني اشنو كنديروا كنديروا ليميت في بلس انفيني كناخذوا الحد الاعلى درجه هنا والحد الاعلى درجه هنا اذا شنو هو الحد الاعلى درجه في بي هو ان اكس على بيسونس ان وشنو هو الحد الاعلى درجه في لو كي في البولينوم كي هي بي اكس على بيسونس بي كتحسب غير ليميت كتاخذ الحد الاعلى درجه هنا والحد الاعلى ونفس بالنسبه لفمو لانفين نعطيكم مثال بغيت نحسب ليميت في بلس انفيني ناخذ واحد الفراكسيون ناقص 2 اكس اس 4 زائد 5 اكس اس 2 زائد 3 على ناقص 2 اكس زائد 6 اكس على بيسونس 3 زائد 1 بغيت نحسب الليميت في مول انفيني الا بغيت نحسب الليميت في عدد كنمشي كنعوض غير رد البال ما يخرجش لك صفر في المقام الا خرج لك صفر في المقام غنشوفو من بعد كيفاش غنحيدو داك صفر من المقام دابا بغيت تحسب الليميت في بلس انفيني غدير الليميت في بلس انفيني الليميت ملي يكون اكستوند فير بلس انفيني كتاخذ لو مونوم دو بليو دوغري هنا شنو هو المونوم اللي عنده اعلى درجه هنا نعاود ماشي كنشوف الكويفيسيون الكويفيسيون هنا ناقص 2 والكويفيسيون هو 5 الكويفيسيون هنا هو 3 ماشي غناخذ 5 لا كنشوف الاس الدرجه دوغري اللي عنده الدوغري دو بليو دوغري هنا في البسط هو ناقص 2 اكس 4
كناخذو بالكوفيسيون تاعو كامل. الكوفيسيون في هذه الحاله هي ناقص جوج. وشنو هو الحد الاعلى درجه هنا؟ ماشي هو الاولاني، ردوا البال، راه هنا اكسوس واحد وهنا اكسوس ثلاثه، دونك الحد اللي عنده الاعلى درجه هنا هو زائد اكسوس ثلاثه، زائد بلا ما نكتبها، ملي تكون زائد بلا ما نكتبها. الى مشيت عوضتي غتلقى موال انفيني على بلوس انفيني، هذا فورم انديتيرميني الى بقيتو عاقلين على داكشي اللي درناه في سيزيمان. دونك اش غنديروا هنا؟ عندي اكسوس 4 اكسوس 3 غنختزل، دونك تعطيني هي ناقص 2 اكسوس 3 مضروبه في اكس على 6 اكسوس 3. اكسوس 4 هي اكسوس 3 مضروبه في اكس، غتختزل باكسوس 3 غتبقى لنا ليميت في بلوس انفيني تاع ناقص 2 اكس على 6. وغنمشي غنعوض فيما لقيت اكس عوضت بلوس انفيني، بلوس انفيني في موان 2 هي موال انفيني، موال انفيني على عدد بوزيتيف هي موال انفيني. هذا اللي تعقلوا عليه هنا. عندي فراكسيون، شنو هي فراكسيون؟ هي بولينوم على بولينوم. عارضوا البال واش هذه بولينوم، شوفوا واش عندكم كاملين دي مونوم. اشنو غدير؟ غتمشي تاخذ، بغيتي تحسب الليميت في بلوس انفيني ولا في موال انفيني، غتمشي تاخذ الاعلى درجه هنا ولا حد الاعلى درجه، ردوا البال فوقاش في بلوس لانفيني ولا موال لانفيني. الا كانت عندك ليميت في المثل ملي يكون اكس يقرب لجوج راه غتمشي غتعوض فيما لقيت اكس غتعوض هنا وغتعوض هنا، رد البال ما تخرجش لك هنا صفر المقام.